إلى الكلام على الضمان، وما زلنا مع الضمان ومسائل الضمان. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. المهذب، ما زلنا مع الضمان. مسألة: وإن باع رجل من غيره بثمن في ذمته بشرط أن يضمن له بالثمن ضامن معين، صح البائع والشرط؟ المعنى نصير اشترى من نمير سيارة، واشترط البائع نمير، اشترط على نصير أن يأتي له بضامن معين، أن يأتي له بزيد ضامنا. فإن كانت هذه الصورة، نمير يشتري السيارة ب100,000 في ذمة نصير لأجل، ونمير قال أبيعك على أن تأتيني بضامن، بزيد ضامن، عين ما أطلق، بزيد ضامن. فإن كانت هذه الصورة صح البيع، وصح أيضا الشرط وهو الضمان، ولأن الحاجة تدعو إلى شرط الضمين في عقد البيع، لا سيما وأن الذمم قد خربت وفيها ما فيها. نعم. فإن لم يضمن له الضمين المعين ثبت للبائع الخيار في فسخ البيع. لماذا؟ لأنه اختل الشرط، لأنه إنما دخل في البائع بهذا الشرط، فإذا لم يفي له المشتري بالشرط ثبت للبائع الخيار. صارت المسألة فيها مخالفة أو عيب يرد به العقد. وإن أتاه المشتري بضمين غير الضمين المعين لم يلزم البائع قبوله. لما؟ لأن البائع اشترط شخصا معينا، فلم يلزم البائع قبوله، بل يثبت له الخيار وإن كان الذي جاءه به أملأ من المعين، يعني حتى لو كان أغنى منه وهو معلوم أنه يفي، ومع ذلك لم يلزمه القبول، لأنه قد يكون له غرض في ضمان زيد، ضمان المعين قد يكون له غرض فيه، الألفة بينه وبينه، يعلم أن هذا سيعضد أواصر المحبة، أن يجعل ذلك فتحا له في بعض المشاركات والمبايعات يعني بعد ذلك. فقد يكون للمشترط أغراضا أخرى لا يراها من تعاقد معه. وإن شرط في البيع أن يضمن له بالثمن ثقة لم يصح الشرط وبطل البيع، لأن الثقات يتفاوتون، وإذا كان الشرط مجهولا بطل البيع. شوفوا انظروا هنا، هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب. حصل البيع، لكن البيع عقد البيع يتعلق بشرط، والشرط فيه جهالة، وهذه دلالة واضحة على التأصيل الشافعية على أن الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان. هذا الشرط المسترسل، فالشرط الفاسد الذي لم يصح يرجع على العقد بالبطلان، بالضبط كفيزا الكرت الذي يقول يقولون في شروطه إن لم يدفع خلال 3 أشهر يكون عليه زيادة، هذا شرط باطل أو شرط فاسد ربوي يرجع على العقد بالبطلان. فهنا إن شرط ثقة، طب الثقة هناك ثقة وثقة ثقة وهناك ثقة ثبت وهناك ثقة وأوثق منه، هذه نعم. فرع: وإن باعه سلعة بثمن بشرط أن يشهد له شاهدين جاز من غير تعيين. باعه سلعة بثمن، باعه سيارة ب500,000 بشرط أن يشهد له شاهدين، جاز، لأن مسألة الإطلاق والشهود غير مؤثرة في هذا إلا أن يكون عدولا، جاز من غير تعيين، وكان عليه أن يشهد له شاهدين عدلين، لأن الأغراض لا تختلف اختلاف الشهود، فإذا لم يشهد له ثبت لصاحبه الخيار في فسخ البيع. وهذا أيضا على أنه صار عيبا، لأنه قال نعم أشتري منك السيارة بشرط أن تأتي بشهود يشهدون على هذه السيارة وعلى هذا البيع أو هذا التعاقد، فهذا شرط له فيه مصلحة، له فيه مصلحة. فيها أمران: الأمر الأول أنه ما دام قد أطلق، أي شاهدين يغنيان المسألة؟ أي شاهدين، لكن لابد أن يكون عدولا بشاهدي عدل يصح العقد، فإن لم يأتي بالشهود وقد اشترط عليه ذلك صار كالعيب الذي به يبطل البيع أو يكون له الخيار في فسخ البيع. وإن باعه بشرط أن يشهد له شاهدين معينين، عبيد وعمير، فأشهد له شاهدين عدلين غير المعينين، فليسقط خيار الآخر، فيه وجهان، والوجهان يرتكزان على تأصيل المسألة، ألا وهي: هل تختلف
الأغراض باختلاف الشهود أو لا تختلف؟ فمن قال تختلف الأغراض باختلاف الشهود قالوا لا يصح ويكون له الفسخ، وإن قالوا لا تختلف باختلاف الشهود قلنا يلزمه. لذلك قال في وجان لا يلزم الآخر قبول ذلك بل يثبت له الخيار في فسخ كما قلنا في الضمين المعين. وهذه كما قلنا هذه ترجع إلى مسألة الأغراض، تختلف اختلاف الشهود أم لا. الثاني يلزم قبول ذلك ولا خيار له لأنه لا غرض له في أعيان الشهود إذا حصلت العدالة. فهي إذن ترتكز على هذا الباب، هل الأغراض تختلف اختلاف الشهود أم لا، وإن كان الراجح الثاني وأن الأغراض لا تختلف اختلاف الشهود. والذي يقتضي المذهب أن هذا شرط في الشهادة يصح أن يكون وثيقة لكل واحد من المتبايعين، ويثبت لكل واحد منهما الخيار إذا شرط ذلك على الآخر ولم يفي الآخر له بذلك، لأن البائع غرضا في الاستثاق بالشهادة خوفا أن يستحق عليه المبيع فيرجع بالثمن على البائع، على أساس بأن قد يكون للشرط أغراض. الشرط هنا بالنسبة للضمين الغرض فيه ظاهر، أما بالنسبة للشهود فالغرض فيه ليس بظاهر. وإن كان مال علماؤنا في المذهب إلى أن الشهادة لها أغراض تختلف اختلاف الشهود، لذلك قال لا يلزم وله الفسخ. قال المزني وكذلك كل ضامن دين وكفالة بدين وأجرة. هنا العلماء قسموا الحقوق على أربعة أضرب. الضرب الأول حق لازم ومستقر، هذا الشرط الأصيل كما بينا قبل ذلك في صحة الضمان، حتى نقول الضمان صحيح لابد أن يكون الحق لازما مستقرا لابد. فالضرب الأول حق لازم ومستقر كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع، والأجرة في الذمة بعد انقضاء الإجارة، لأنه بعد قبض المبيع استحق الثمن، وبعد تمام الإجارة استحق الأجرة. ومال الجعالة بعد العمل، قال من آتى لي بسيارة البي إم فله 100,000 فأتى بالسيارة سليمة معافى، فهنا ثبت في ذمته 100,000 والمهر بعد الدخول، أعطى زبيدة 500,000 مهرا ودخل بها ومكنته من نفسها، ثبت في ذمته المهر وعوض القرض إذا أتلفه وقيم المتلفات الضمان، فهذا يصح ضمانه لأنه دين لازم ومستقر. يبقى إذن أصحاب الحقوق على أربعة، الأول ما كان دينا لازما مستقرا في الذمة هذا يصح الضمان فيه، يصح ضمانه ما دام الدين لازما مستقرا في الذمة. وقد قال أحمد لا يصح ضمان المسلم فيه لأنه يؤدي إلى استفاء المسلم فيه من غير المسلم عليه فوك الحوالة، هذا على قول المسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال فإن قلنا بالضمان إذن سيكون الأمر على الصرف لغيره، فيقع تحت قول المسلم السلم لا يصرف إلى غيره. وأما دليل المذهب أنه دين لازم فصح ضمانه كالمهر بعد بعد الدخول. الضرب الثالث احنا قلنا الضرب الاول حق لازم مستقر وهذا ضمانه يصح. الضرب الثاني دين لازم غير مستقر، والذي قال فيه احمد انه لا يصح ضمان المسلم فيه، دين لازم غير مستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل القبض والأجرة قبل انقضاء الإجارة ودين السلم، فهذا يصح ضمانه أيضا. أما أحمد فقال لا يصح ضمانه لأنه سيكون يعني يصرفه إلى غيره، ودليلنا أنه دين لازم فصح ضمانه كالمهر بعد الدخول. أنا آسف، هنا الدليل عندنا هو القياس صحيح؟ القياس على المهر بعد الدخول. أنا أريد منكم دليل آخر يثبت قوة ما ذهب إليه الشافعية في أن الدين اللازم الذي هو غير مستقر. ليه غير مستقر؟ لأنه ممكن تطلق قبل الدخول، ممكن قبل القبض
تحدث الإقالة البيع أو الرجوع في زمان الخيار، هذا بعد القبض، قبل القبض، لكن بعد الانفراق مفارقة المجلس لكن ممكن تكون فيه الإقالة. نعم. والأجرة قبل قضاء الإجارة أيضا، ودين السلم، فهل هذا صح ضمانه؟ عندنا صح ضمانه. أنا أريد دليل على ذلك. إحنا قلنا الدليل قالوا بالقياس على ما استقر، ما كان دينا لازما في ذمتي واستقر. نعم. يعني ألحق غير المستقر بالمستقر، هذا القياس. أريد وجهته الفقهية، أريد الوجهة الفقهية، كيف ألحق غير المستقر بالمستقر؟ ممتاز ممتاز يا جهاد، لا فض فوق، ممتاز، جزيت الجنة، أحسن الله إليك. نعم، هو يؤول إلى الاستقرار وإن كان غير مستقر، لكنه يؤول إلى الاستقرار، فعمله بما يؤول إليه، يؤول إلى الاستقرار. لذلك نعم، لأنه يؤول إلى الاستقرار، يؤول إلى الاستقرار، لذلك صح الإلحاق. وجهة الإلحاق هنا أنه يؤول إلى الاستقرار، فصح الإلحاق في ذلك. نعم، ممتاز، ألزم الوفاء به. نعم، فإذا عندما يؤول إلى الاستقرار أخذ حكم الاستقرار، عندما يؤول إلى الاستقرار أخذ حكم الاستقرار. هذا في الضرب الثاني. الضرب الثالث، دين ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، شوف يعني غير مستقر ولا يؤول اللزوم، هو دين الكتابة، لأن الكتابة المكاتب قد يعجز نفسه أي وقت، قد يعجز نفسه أي وقت. نعم، دين الكتابة فلا صح ضمانه، لأن المكاتب يملك إسقاطه ويعجز نفسه، فلا معنى لضمانه، لأن ذمة الضامن فرع لذمة المضمون عنه، فإذا لم يلزم الأصل لم يلزم الفرع، ومن حكم الضمان أن يكون لازما. يبقى دين المكاتبة ليس بلازم، ليس بلازم، لمن أنه يعجز نفسه ويسقط، فكيف يضم ذمته للآخر. نعم، وإن كان على المكاتب دين لأجنبي صح ضمانه، لأنه دين لازم عليه في ذمته. وإن كان عليه لسيده دين من جهة غير جهة الكتابة فليصح ضمانه فيه وجهان، يصح ضمانه لأنه يجبر على أدائه، لا يصح ضمانه لأنه قد يعجز نفسه فيسقط ما في ذمته لسيده. وأصلهما الوجهان، هل يستدام ثبوت الدين في ذمته لسيده بعد أن يصير ملكا له؟ فيه وجهان المسألة هنا، النظر فيها، هل الدين الذي عليه يصير أيضا في ذمته إذا صار ملكا للسيد مرة ثانية، عاد ملكه للسيد؟ فإن قلنا يستدام ثبوت صح ضمانه، وإن قلنا لا يستدام ثبوته لم يصح ضمانه، والصحيح أنه لا يستدام ثبوته، الصحيح أنه لا يستدام ثبوته، فلم يصح ضمانه. أما الضرب الرابع والأخير في الحقوق، دين غير لازم إلا أنه يؤول إلى اللزوم. عندنا دين لازم مستقر، دين لازم يؤول إلى الاستقرار، دين غير لازم لا يؤول إلى اللزوم، دين لازم لا غير لازم لكنه يؤول إلى اللزوم، وهو مال الجعالة قبل العمل. قال من أتى بسيارة البي إم فله 100,000، بأن يقول من رد عبدي فله دينار، قال من رد سيارتي فله 100,000، فإذا ضمن عنه غيره ذلك قبل الرد فهل يصح أم لا؟ يبقى هذه الصورة الأخيرة صورة دين غير لازم إلا أنه يؤول إلى اللزوم. فوجهان، يعني هل الضمان يصح؟ وجهان، الوجه الأول يصح، وهذا ظاهره قول الله جل في علاه، قالوا نفقد صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير، والمتكلم هو الذي قال وأنا به زعيم، فضمن المنادي مال الجعالة وحمل البعير معلوم. الثاني لا صح لأنه دين غير لازم فلا صح ضمانه كمال المكاتبة، وقالوا بأن الآية ليست على وجهها، إنما أخبر عن الملك أنه بذل لمن رد حمل بعير، قالوا أنا، لكن طبعا هذا مخالف للظاهر، لأنه قال وأنا به زعيم، ولو وقفنا عند الأثر لرجحنا القول الأول وهو أقرب. ولذلك منهم من قال وجهان، وأما ضمان ثمن المبيع مدة الخيار، لأن مدة الخيار ممكن لأحدهما أن يفسخ وللآخر أن يفسخ ولهما أن يفسخ، فضمان ثمن المبيع في مدة الخيار فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه وجهان كمال الجعالة قبل العمل، ومنهم من قال يصح ضمانه وجها واحدا لأنه يؤول إلى اللزوم، ولأن الثمن قد لزم وإنما له إسقاطه بالفسخ،
بخلاف مالك جعالة فإنه لا يلزم بحال. والصحيح أنه يقول إلى اللزوم ويصح ضمانه، الصحيح أنه يقول إلى اللزوم ويصح ضمانه. فرع وأما مال السبق والرمي بعد العمل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. لو وضع مالا للسبق، وضع سبقا مالا للرمي بعد العمل فيصح ضمانه لأنه دين لازم مستقر، فهو كالمهر بعد الدخول. يعني قال 100,000 لمن سبق وحدث السباق وهناك من سبق، فإذا له أن يقول علي 100,000، أنا ضامن للـ100,000، صح الضمان هنا. وأما قبل العمل فإن كان المخرج، والمخرج هو المحلل للسبق، للسبق أحدهما أجنبيا، فليصح ضمانه في وجهان كمال الجعالة. وإن كان مال السبق، مال السبق منهما وبينهما محلل، فإن قلنا إن ذلك كالإجارة صح ضمانه كضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، وإن قلنا إنها كالجعالة كان في ضمان المال عنهما أو عن أحدهما وجهان كمال الجعالة. فإن قلنا إن ذلك كالإجارة صح ضمانه كضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، وضمان الأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة لأنه يؤول إلى الاستقرار، لأن ضمان الأجرة قبل انقضاء الإجارة ليس مستقرا تعلمون، لكنه يؤول إلى الاستقرار بعد مضاء بعد مضي أو انقضاء مدة الإجارة. فإن قلنا إنها كالجعالة كان في ضمان المال عنهما أو عن أحدهما وجهان، لما كمال الجعالة، يعني قلنا هل يقول إلى اللزوم أو لا يقول إلى اللزوم. فرع وأما أرش الجناية والدية، يعني ضرب شجة أو هو كسر عظما، أرش الجناية والدية، فإن كان دراهم أو دنانير مثل أن جنى على عبد أو كانت الإبل معدومة فأوجبنا قيمة الإبل قيمتها ذهبا وكانت معلومة، أو قلنا يجب 1,000 مثقال أو 12,000 درهم صح ضمانها للمعلومية. فإن كان الواجب الإبل فليصح ضمانها في وجهان بناء على جواز بيعهما، وقد قلنا بأنها لا مثل لها، فالحاصل أنه لا يصح الضمان في مسألة الإبل. نقف عند هذه المسألة في باب الضمان. نداء عاجل لسعيد النقيب، أنت فوتت درس التفسير وأنا لن أتركك تتخاذل أو تتراجع، وبعدين أنا سأرسل لك رسالة بيني وبينك وستكون فيها حدة وشدة، أرجو أن تتحملها، لازم تتحملها حتى تستبصر طريقك فلا تتعرج، ولن أرضى بمرضك، اعلم ذلك جيدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت جديد على المجلس يا رفيق وتتأخر كثيرا، أيضا ضيعت التفسير منك، وما أدري هل يعني أنا ما كنت أنظر في الشاشة هل جئت متأخرا في درس الفقه أم متقدما، ما أدري، لكن أنا على يقين أنك ما كنت موجودا في درس التفسير. الأمر إليك يا سعيد، سيشتد عليك الأمر جدا صدقني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.